الأهلي زي ما تابعنا فاز بالأمس على إنبي بهدفين، ما كانش دون رد أو شباك نظيفة في مباراة هجومية كانت بشكل كبير جدا عكس ما البعض كان متوقع. أنت هتهاجم ولا هتدافع ولا هتعمل إيه بالظبط؟ لكن في هجوم من اللحظات والدقائق الأولى. مواجهات الدوري زي ما بنتكلم كمان اللي جاية مهمة جدا عشان يعني مش الاستعادة، للحفاظ على اللقب المحلي. خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر ونروح كمان لكواليس مهمة جدا هتعرفوها معانا بقى خلال إن شاء الله الفقرة مع كابتن عادل دعيمة نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. وطبعا النسخه دي من الدوري، يعني الدوري مشتعل على سطيح ساخن، ويمكن للمره الاولى من فتره في كذا موسم ورا بعض. قبل كده كانت الامور الى حد كبير بتبقى محسومه، يمكن قبلها بشهر ونص كمان، لكن المره دي الاهلي والزمالك ماشيين يعني ايه راس براس زي ما بيقولوا. شايف الامور هترسي على ايه في النهايه من وجهه نظر حضرتك؟ ابدا الاول واقول الحمد لله ان احنا بننتمي لهذا النادي بقوته بوطنيته بلاعبته باجهزته باداراته. المقدمه دي ليه؟ علشان احنا كل المنافسين اللي بيأدوا مع النادي الاهلي بيأدوا بمنتهى القوه. ومش عايز اقول القوه والقسوه والخشونه، ده بيخلي العود بتاعك او بيخلي قوامك باستمرار قوي. دايما واحنا بنشتغل في التدريب بنخلي التدريب صوره مصغرة من المباراة، المباراة بتبقى أقصى حمل. وبالتالي انتمائك لهذا النادي كل المنافسين بيأدوا أمامك بمنتهى القوة، وشفنا حتى لو ما كانش ده العادي بتاعهم على فكرة. لا لا هم بيتوحشوا دايما. لا لا هم بيتوحشوا مع النادي الأهلي، وإحنا شفنا طبعا الثلاث أربع أيام اللي فاتوا الأندية اللي بتلاعبنا هنا شوف بيلعبك إزاي، وبعد ثلاث أيام بيلعبك إزاي. أيوه. وشفنا إمبارح إنبي بيلعب بمنتهى الشرف، منتهى النزاهة، مباراة قوية، منتهى القوة ومنتهى الحماس اللي بيتحول أحيانا للخشونة. احنا شفنا راجل الكرة مش بتاعته النيجيري وراح مطير أيمن أشرف، الكرة مش بتاعته. يعني ده أنا بحب ده لأن ده اللي بيخليني قوي. لو المنافس اللي أنا بلعبه بيأدي قدامي بأداء يعني سهل انا عمري ما هبقى قوي. ده لا يمكن يحصل اصلا. ده التصريحات المختلفه بتاعه المديرين الفنيين لانديه مختلفه كانت بتواجه الاهلي يعني فيما يسبق المباريات المختلفه كانوا بيتحدثوا ان احنا دايما امام الفرق الكبيره بنلعب باقصى قوه عندنا، يعني دي تصريحاتهم. حتى انت عارفه حضرتك تبص تلاقي المكافئات بتزيد في ماتش الاهلي، الاستعدادات بتزيد، اللي كان متخاصم بيتصالح، يعني كل ما هو قبل ماتش النادي الاهلي بيبقى ليها قصه ثانيه. و99.9 من عشرة بعد الفريق ما بيلعب النادي الاهلي الماتش اللي بعديه بتبص تلاقيه الاداء مستوى تاني خالص، على طول خساره بقى، ياخد ثلاث اربع ماتشات ورا بعض لانه اللعيبه بتدي اقصى حمل، وبعدين بعد كده بتبص تلاقي الاداء مش الاداء اللي هو مطلوب في انا كنت يعني زي ما انا بقول الف مبروك لينا ان احنا بننتمي لهذا النادي، وفي نفس الوقت احيانا بيبقى الواحد بيبقى زعلان شويه لانك انت التنافس ده تنافس شريف، فانت زي ما بتلعب النادي الاهلي بالقوه دي لاعب بقيه الانديه بنفس القوه. شفنا ماتش امبارح بتاع الساعه 7 الاداء غير منتظر. احنا كلنا بنعشق الاسماعيلي، بنعشق الكوره بتاعت الدراويش، حاجه جميله جدا، بس دايما كوره الاسماعيلي كوره هجوميه. احنا ما شفناش هجوم خالص، يعني حتى العناصر القويه كانت قاعده امبارح على طب ايه تفسير حضرتك للملاحظه دي؟ ما اصلا ما اقدرش افسر في قناه الاهلي ليه، لانه يعني احنا اتعودنا نتكلم على النادي الاهلي بس هو بتبقى الملاحظه ان انا كمشجع او انا كمتابع لكره القدم دايما الفرق ليها طعم وليها مذاق. الاهلي ليه مذاق، الاسماعيلي ليه مذاق، وبقيه الانديه ليها مذاق. الاسماعيلي ليه مذاق ده طول عمره برازيل مصر اهو كده، وطول عمره بالنسبه كريم عشان يبقى الناس عارفه اللي هي بتوقع دايما بين الاهلي والاسماعيلي، الملعب التتش ده كان الاهلي بيلاعب الاسماعيلي كفريق مشترك ضد فرق اجنبيه جايه من بره. يمكن اولادنا الصغيرين او الشباب ما يعرفوش الكلام ده، في ملعب التتش هنا كان منتخب ما بين الاهلي والاسماعيلي ضد سراييفو هنا في الاستاد هنا، ودايما العلاقه دايما على اعلى مستوى. كنت بتمنى ان النادي الاسماعيلي زي ما ادى بنفس القوه وبنفس الكفاءه في ماتش الاهلي والضغط والالتحامات القويه والاخره
مفيش الميس باص كتير اللي احنا شفناه امبارح، ده بيبقى بيزعل شويه، لانك انت كره القدم اتعملت عشان امتاع الناس. طبعا انا بمتع الناس، الجمهور ده بيجي عشان ايه؟ بيدفع تذكره وينزل من بيته عشان ايه؟ يشجع فرقته ويتبسط. انا مع حضرتك كابتن عادل، بس انا يعني هتبنى وجهه النظر اللي هو انا مش فارق معايا، يعني الاسماعيلي يلعب كويس يلعب مش كويس، مقصوده غير مقصوده مش مهم، المهم انا برضو في الاول وفي الاخر انا الاهلي، فانا مركز في الماتشات اللي جايه. وانا اتفق شويه مع موسيماني بصراحه او كتير لما كان في المؤتمر الصحفي واتسال الاسئله دي، وهل تعتقد انه متعمد ولا الراجل رد قال لك انا ماليش دعوه باي حاجه، انا مركز في الماتشات اللي فاضلالي، انا في حاجات مش هقدر اتدخل فيها واللي مش هتدخل فيه او ما عنديش القدره ليه ما يهمنيش، انا عايز اركز في نفسي. فخلينا نتكلم بقى عن اللي جاي وعن الاهلي، انا ماليش دعوه الخصم بيلعب ازاي او المنافس بيلعب ازاي. من وجهه نظر حضرتك كابتن عادل، انا دلوقتي كاهلي والفرصه لسه قدامي واللعب على الارض هو اللي هيثبت، انا مفروض اتبنى ايه دلوقتي؟ ايه الاخطاء اللي عندي علشان اصلحها في الفتره اللي جايه؟ احنا صلحنا الماتش امبارح اخطاء كانت موجوده فيما سبق، ايه اللي جاي كمان محتاج تركيز كابتن عادل حضرتك شايف؟ استاذنك في انا قلت ايه؟ قلت ان انا الاسماعيلي، انا كمشجع بحب الكوره، ما بتكلمش على الاسماعيلي، بتكلم ان الاسماعيلي بيأدي كوره جميله طول عمره، كنت اتمنى ان الاداء يبقى كده، انما انا ما بفرضش حاجه ولا انا يعني بقول بنتقد الاسماعيلي، لا بالعكس وش الاسماعيلي. انا فاهم وجهه نظر حضرتك. فزي ما قال موسيماني احنا كلنا شغالين كده، انا ليا نفسي بس، انا بقيم بالزبط. نفسي بس. بالنسبه للاخطاء انا شايف ان هناك بعض الاخطاء المتكرره خاصه بالنسبه للكور العرضيه، يبقى احيانا الرقابه بتاعتها ما بتبقاش بالدرجه المطلوبه، واحيانا بنبقى كسبانين 1-2-0 وبيبقى في اندفاع زياده في اوقات انا المفروض ان انا ابقى مجهد، المفروض في الوقت ده بهاجم بكثافه ودافع بكثافه، يبقى في سرعه ارتداد، عشان اعمل سرعه ارتداد واللعيبه كلها ترجع في توقيت واحد ويبقى الجسم او الفريق زي الجسم الواحد، لابد يبقى فيه نوع من انواع عدم وجود اي ثغرات بين الخطوط. احنا كل الاجوال اللي جت فيها تقريبا نتيجه ان في اندفاع وعدم ارتداد، او احيانا بيبقى الراجل اللي معاه الكوره في التلت بتاعنا عند مرمانا والراجل هو بيعمل اوفر ما بيبقاش فيه ضغط عليه بحيث ان هو يمنع الكوره دي، الى جانب قلبي الدفاع بتوعنا مفروض ان انا والكوره جايه انا ما بتفرجش على الكوره، انا مكلف، موسيماني مكلفني بان انا اراقب يوسف مثلا، اراقب فلان، فانا وهي الكره بتتحرك يمين او شمال انا بيبقى عيني بتوزعها ما بين قلب الدفاع وما بين الكره وهي بتتلعب، بحيث ان انا الراجل ما يطلعش لوحده ويحطها 3-4 اهداف جون فينا نتيجه الحته دي. انا بقول برضو من خلالكم احد المعارف، ودي رساله للعيبه، بيسيب شغله ويسيب الدنيا كلها علشان يروح يقعد مع والده وهو بيتفرج على ماتش الاهلي، خايف على والده، تخيل يبقى خايف على ابوه من المباراه علشان انفعاله. شوف دي رساله للعيبه، اعمل حساب ان في 90 مليون بيتفرجوا عليك، اللي فيهم بقى عيان بيخف لما انت بتكسب، بيبقى سعيد قوي، بتدخل السعاده في قلوب الناس. اشتغل على نفسك شويه، لو في اجهاد انت اشتغل على نفسك. احنا بنشوف رونالدو جايب جهاز استشفاء في البيت، ما بيكتفيش بالجهاز الموجود في النادي. فانا لما اكون ربنا يعني كرمني موسع عليا ليه ان انا اخلص ماتشي 3 ايام او يومين ما اخرجش بره البيت، يبقى في نوع من انواع الراحه الكامله اكيد، بحيث ان انا ما اجهدش نفسي، وفي نفس الوقت لازم اضحي شويه، لانك انت بتسعد الناس دي كلها، واجمل حاجه في الدنيا انك تسعد الناس اللي حواليك. اكيد. اخر حاجه برضو علشان اتكلمنا عن الجانب الدفاعي، بالنسبه للجانب الهجومي المفروض ان انا لما اوصل الثلث الاخراني لمرمى المنافس يبقى فيه نوع من الدهاء شويه، يعني وانا بعمل الاوفر اروح بعمل انا اعمل اوفر واروح اعمل عمليه تمويه. في اكثر من لاعب عندنا بيعملها الحقيقه، في حسين الشحات بيعملها، في كهربا بيعملها، في اكرم توفيق بيعملها، بس احيانا وانا بلعب الكوره عايز اديها لواحد بالظبط، وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى مكمله لابد
احنا شفنا امبارح في الاستوديو التحليلي في قناة الاهلي يعني في بواليا في كرة لو راح على العرض القريبة تبقى جول. احنا كان لينا قبل كده حديث وحوارات سابقه مع حضرتك بخصوص والتر بواليا في بدايات انضمامه للنادي الاهلي ساعه الفتره اللي كان فيها عكوسات وكانت الدنيا محجره معاه حبتين، ولكن مؤخرا ابتدت مكنه والتر بواليا تطلع قماش وبشكل ملفت جدا للانظار، واخر يعني المشاهدات كان تسجيله لهدف ضربه راسيه في مباراه الامس في الدقيقه الثانيه منذ انطلاق المباراه. فطبعا يعني عايزين نقف شويه بعد اذن حضرتك بمجرد العوده من الفاصل ده عند والتر بواليا والتغييرات اللي طرأت عليه. بس كمان هنتكلم عن الفرص اللي ضيعها. ماشي، اصل احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير في الفرص اللي ضيعها. بس ابتدى يهدف اهو يا عالم. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور حلو ده ماشي مباشر مع كابتن عادل عن والتر بواليا تحديدا والفرق اللي شفناه مؤخرا في الاداء. ولكن امس خلينا برضو لو هنتكلم كان في يعني اداء كويس جدا، ولكن كان في برضو فرص ضائعه. خلينا نعرف وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع، لان برضو يعني بالنسبه لتحديدا بواليا احنا في لقاءات قبل كده قلنا بواليا ان هو يشتغل على نفسه شويه وبعدين هو هياخد وقت لحد لما يتاقلم. صحيح. مع الفريق انا فاكره فعلا، ودايما بدايته ما كانتش الدفع بيه كان يمكن في توقيت ما كانش التوقيت اللي هو الراجل متخيله. الراجل طبعا بيشتغل في عهد في احتراف دائم، فاللعيب عنده بيجي على طول بينزل بيأدي زي ما بتشوف في العالم كله. فبواليا كان محتاج وقت جاي من الجونه، فكان محتاج وقت. انا قلت مع حضراتكم هنا ان المفروض بواليا لما الكوره تبقى بتلعب يروح للكوره ما يستناهاش. امبارح رحنا شفنا الكوره في الكورنر راح على العرض القريبه وجاب جول، واحده ثانيه من قفشه لعبها له بالعرض راح داخل وعاملها برجليه الشمال يعني يا دوبك حكت في العرض. الماتش اللي قبليه اعتقد حسين الشحات عمل له واحده بالعرض، اعتقد كان ماتش اسوان، راح داخل قبل الجول وراح واخد الكوره وراح عمل الجول الثالث. كل الامور دي لما بتروح للكوره انت كمهاجم يبقى عندك الفرصه وعندك الجراءه. يعني انت بتهاجم كويس قوي علشان تتغلب على خصمك. لو انت استنيت يبقى الخصم باستمرار متفوق عليك. بواليا محتاج شغل على الجول كتير، محتاج انه يبقى عنده الجراءه انه يشوط برجله الشمال قويه جدا، محتاج ان هو يدي لنفسه مساحه بحيث ان هو لما يقدر يشوط يبقى بيشوط براحته. رجله الشمال تقيله فانا ما بستغلهاش. حتى لما موسيماني بيلعبه ناحيه اليمين المفروض لما يكسر ويخش يلعبها الواو زي ما بنشوف دايما الناس اللي بتلعب على الشمال على ناحيه اليمين وهو اشول بيبقى دايما بيستغل الجزئيه ديت انه لما بيدخل للداخل يروح شايط. برده محتاج لسه حته انه يبقى عنده ما يخافش، ما عنده الجراءه انه يشوط ويسدد، لان برضه دي هتبقى من الحاجات اللي هي يعني. وبعدين هو ابتدى فعلا ابتدى يتاقلم مع الفرقه، ابتدى يلعب، ابتدى الكره لما بتلعب له بتجيله في اوقات معينه بيلاقي ضغط عليه بيرجع يبدا الهجمه من بدايتها وهكذا. انا شايف ان هو يعني بيتقدم، محتاج شغل اكتر، محتاج انه يدوس على نفسه اكتر، محتاج يظهر موهبته والبضاعة بتاعته لجمهور النادي الأهلي أكتر من كده. جمهور النادي الأهلي الفيرود بتاعه بيجيب الجول من نص فرصة زي ما بتقول هو أنت كده. أنا جاب جول امبارح بس كان ممكن جدا هي دي بقى يجيب ثلاث أربع جوال كمان. ما عنديش رفاهية أبدا إن أنا لا أتعادل ولا أخسر تاني خلاص. يعني ما ينفعش في ظل الهجمة الشرسة اللي موجودة، في هجمة شرسة في إعلام في كل حتة على النادي الأهلي. فانا يعني الحته دي انا كلاعب، ودايما انا قلت المثل بتاع الراجل اللي والده بيبقى يعني هيجرى له حاجه علشان الاهلي، اللعيب لازم يحس بدي ان انا بفرح العالم كله، الجمهور وبسعد الجمهور والناس كلها بتتابعني في العالم العربي وفي افريقيا، والمصريين اللي موجودين في اوروبا وفي امريكا بيتفرجوا علينا. فانا يعني مصريين وعرب وافارقه كله ممكن يعني جدا كله. ممكن جدا اجانب يبقى اتفرج عليك طبعا. انت واحد بيشتغل وكيل لاعبين في الخارج لما بيلاقي عنصر بيطلبه يعني، ودي حاجه تبقى يعني مشرفه لينا طبعا. فدي كلها حاجات بنوصلها للاعبين. الفيرود لابد ان هو زي ما نشوف محمد شريف كده ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه،
من ربع فرصة يجيب الهدف. برضه بواليا بيبقى نفس القصة، صلاح برضه نفس القصة، صلاح محسن. ما هو اللعيب المهاجم وتحديدا يعني الهداف ده المتوقع منه، ده العادي، ده المنتظر منه، ربع فرصة ويمكن تمن فرصة كمان في بعض الأحيان، وده اللي بيفرق على فكرة نجم في خط الهجوم عن نجم تاني. أمال إيه؟ والسعر كمان والسعر وقبل السعر حب الناس. أكيد حب الناس ده دي حاجة بقى بتاعت ربنا يعني. فأنا لما باستمرار بأخلص في عملي وبأتقن عملي، يعني أنا المدرب يديني راحة أقول له لا أنا مش عايز راحة، من فضلك أنا عايزك تديني كرات على الجول على العرض القريبة علشان عايز أتقنها. طيب الكرات اللي هي بتبقى جاية ومحتاجة فيرس تايم أنا بحطها وحش، طب أنا عايز ممكن يعني بعد إذنك تخلي الكابتن سامي يديني شوية حاجات. أنا عارف طبعا الكابتن سامي بيدي شغل تخصصي باللعيبة، أنا كمان كلاعب أطلب الزيادة بحيث أن أنا شايف أن أنا على الجول محتاج حاجات معينة أن أنا أعملها فأشتغل عليه. فدي طبعا كلها حاجات إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتكون مبشرة وهنفرح بإذن الله تعالى بطولة الدوري إن شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن عادل، اكيد انا وكريم وكل الجمهور نورتنا وكلام مهم، وباذن الله يعني زي ما احنا اتكلمنا في الفقره كده الفتره اللي جايه اي اخطاء كانت موجوده يتم تداركها بشكل افضل وافضل كل مباراه، وما احنا ما عندناش رفاهيه ابدا حتى التعادل، فكل التوفيق للفريق باذن الله. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله نورت الدنيا كابتن عادل، سعداء بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نرجع نسعد بلقائنا مع حضراتكم بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين، وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.